لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله ليتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ اللهم يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والإحسان، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم الضعفاء والمساكين، اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في كل وقت وحين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين الظالمين، وإلى خزايا ولا ندامة ولا مبدلين ولا مفتونين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر النصر المؤزرا، اللهم أكن معهم ولا تكن عليهم، اللهم ارحم شهداءهم وداو جرحاهم، اللهم ارحم شهداءهم وداو جرحاهم، عليك بعدوهم وعدونا، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم منزل الكتاب مدري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم بكرمك وجودك يا كريم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.